عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. نارنا يا اللي مقام الحلو والمنور والقطب واقف على بابك وبيشاور. لم تتعلق قلوب المصريين بحب أحد من آل البيت قدر تعلقهم بالسيدة زينب بنت الإمام علي كرم الله وجهه والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ولستنا السيدة زينب رضي الله عنها انتقلنا من صعيد مصر إلى القاهرة لاحتفالها، لنطعم الطعام ونلقي الدروس ونربي المريدين صح، التربية الصح للمريد في الطرق الصوفية. ويبيدوا شمع الدلال الدلال عالعافي بينور، عالعافي بينور، واللي تحبه الكريمة مجلس منور. أقامت السيدة زينب بين أهل مصر عاما كاملا كان بالنسبة لهم بمثابة ألف عام. جاءت من المدينة المنورة بنور جدها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكانت مصر وجهتها المفضلة بعدما لمسته من محبة أهلها للعترة الشريفة من آل البيت الكرام. لم يكن في مصر أنسب من دار الوالي لتنزل بها حفيدة المصطفى أخت الحسنين وبنت الأكرمين، وسرعان ما التف حولها أهل مصر وتحولت دارها إلى مجلس علم برئاستها، فعرفت بين علماء مصر ومشايخها برئيسة الديوان. أبوها الإمام علي لما بشر بأنثاه السيدة زينب قيل له ما تسميها؟ قال ما كنت لأسبق جدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بتسميتها، ما كنت لأسبق جدها بتسميتها. ولما سئل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ما تسميها يا رسول الله، رزقت الزهراء ببنية جميلة ما تسميها؟ قال صلى الله عليه وعلى آله ما كنت لأسبق ربي بتسميتها. فجاء جبريل الأمين وقال للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله الحق يقول لك يا رسول الله سميها زينب. ببركة السيدة الفاضلة المجاهدة النقية الطاهرة سيدتنا زينب. أي كرم وأي شرف وأي فضل ذلك الذي حب الله المصريين به بأن تقيم بينهم حفيدة المصطفى، بل وتخصهم بالدعاء: نصرتمونا نصركم الله، آويتمونا آواكم الله. وربما كان دعاء السيدة زينب لأهل مصر الذي أظهرت فيه بالغ الامتنان لمحبتهم لها سبباً في دفع كثير من البلاء عن مصر، وسبباً في نصرة أبناء هذه الأرض المباركة والمحروسة بآل بيت النبي ونسلهم وأولياء الله الصالحين في كافة أرجائها. اليوم يحتفل المصريون بذكرى مولد السيدة زينب في تقليد مصري أصيل ومبهج اعتادوا عليه منذ تشرفت أرض مصر بعترة النبي. وصدق الإمام الشافعي حين قال: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض عظيم إله العرش أنزله، يكفيكم من جليل القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.